عايزة اروح بقى لملف مختلف واتكلمنا عنه الفترة اللي فاتت، وكنا بنتساءل ايه الجديد في هذا الموضوع. الجزء الاول اللي احنا بنتكلم فيه طبعا باريس سان جيرمان خلاص يعني قرر بشكل رسمي، هنا بنتكلم ومش حلوة الجملة بس ده اللي حاصل، فتح المزاد على بيع كيليان مبابي نجم نادي طبعا يعني باريس سان جيرمان، وده اللي يزعل. وبنتكلم ان هم عملوا ده الاسبوع اللي فات، يعني احنا كنا لسه بنتكلم الاسبوع الماضي او نهايه الاسبوع الماضي على ان ظهور مبابي في التدريبات من عدمها، طب هو هيكمل مش هيكمل، اللغط اللي موجود، تصريحات المتضاربه شويه من الاونر بتاع ناصر الخليفي طبعا بي اس جي وما بين مبابي، انا مكمل لنهايه التعاقد بتاعي، لا احنا عايزين نبيعك قبل انتهاء التعاقد معاك، يعني الكلام برضو كله غريب جدا. لكن اخر حاجه احنا شفناها من تقارير فرنسيه او صحفيه فرنسيه بتقول ان هو هيتم عرض اللاعب للبيع خلال الفتره بتاعه الانتقالات الصيفيه الحاليه، وده عشان يتفادوا رحيله المجاني اللي هيكون في يونيو 2024 بعد انتهاء يعني عقده. الصحيفه برضو الكاب الفرنسيه قالت ان اداره باريس سان جيرمان استقرت على عرض مبابي للبيع والاستعداد لتلقي عروض رسميه اعتبارا من 31 هذا الشهر مقابل اعلى سعر، او هو من المفروض 100 مليون يورو اقل من 180 مليون يورو يعني في الجاب دي، وده تقريبا المبلغ اللي دفعه اصلا او دفعته الاداره لضمه من موناكو اللي كان تقريبا 2017 لو انا مش غلطانه. فوضع سيء جدا لمبابي مع بي اس جي، مستغربه شويه ان الوضع وصل لهذه المرحله. طبعا اكيد في كواليس في النص ما نعرفهاش، اكيد مش عارفين هالكلام اللي كان مؤخرا والكلام اللي احنا سمعناه انه هيروح ريال مدريد، طب هل ده اثر بشكل كبير؟ هل في مثلا ديلز او تفاوضات احنا ما نعلمش عنها، بي اس جي علم عنها؟ مش عارفه، بس انا ما كنتش احب ان مبابي يتعرض لده لان مبابي اسم كبير جدا طبعا. برضو ولاعب تقيل ولاعب رائع، فغريبه جدا برضو هذا الاستغناء اللي بالشكل الفج ده شويه. هو في الفتره الاخيره عموما وحصلت برضو بصيغ مختلفه وبدرجات متفاوته مع لعيبه كبيره تانيه في انديه تانيه، فكره ان يبقى في تلقيح متبادل بين اللاعب اللي المفروض ان هو واحد من ابرز نجوم الفريق وبين اداره الفريق او مالك النادي. حصلت مع كريستيانو تان هيج بالظبط، فاهم ازاي؟ فدي حاجات غريبه استجدت في الفتره الاخيره، بس ادينا قاعدين بنتفرج وبنتابع حضرتك.